السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا في مدرسة قرآنية زاوية الشيخ العيساوي في عدلك. هذيك هي معنا الشيخ رابح قايم تاع المدرسة. واليوم راه نصفية تاع رمضان. اليوم الفيديو تاع اليوم خاصة نصفية تاع رمضان. البداية تاع الفيديو إن شاء الله غنصليو في العتيق، جامع العتيق، نريكم يعني صلاة المغرب، ومن بعد الفطور في الزاوية، نفطر في الزاوية، ومن بعد الفطور إن شاء الله كان كيف يقولوا من 10 إلى 11 قراءة القرآن في الزاوية، وقعدوا معايا في الفيديو، ما تنسوش لايكيو في الفيديو، تابوني وجيم، ما تنسوش لي كومنتير، اليوم نصفية تاع رمضان خاصة زاوية الشيخ بالعيساوي. وكما عطينا كلمة صغيرة للناس اللي تفكر فيك. إن شاء الله يغفر ذنوبنا إن شاء الله. آمين. وتخبر صيامنا. آمين. ومن بعد إن شاء الله ربي يلعب عليها. آمين رب العالمين. وعسيتو. وعدك مكان. ياسر. هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لباس الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رانا اليوم داخل مدرسة قرآنية تاع بيت شيخ. دوك راهي رانا قبل الفطور، قبل المغرب. هذه أجواء داخل مدرسة قرآنية قبل الفطور. السلام عليكم. رانا توجور في بيت شيخ بليساوي هنا وين راح يفطروا الطلبة. هذا وين راح يفطروا الطلبة. هاهم يوجدوا لهم. مراكم تشوفوها. كما راكم تشوفوا المطار يتصب. الحمد لله رانا داخل بيت داخل مدرسة قرآنية بيت شيخ بليساوي في راس الوادي. هذه أجواء نصفية رمضان. نصفية رمضان. وكما راكم تشوفوا شيخنا راه معنا يعطينا كلمة، راه يعطينا كلمة صغيرة على الجو تاع نصفية تاع رمضان. السلام عليكم. السلام. أهلا بنا شيخنا، كلمة صغيرة على نصفية تاع رمضان برك. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا فرح عظيم إن شاء الله بأننا أمضينا نصف الصيام، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للنصف الآخر وأن يوفقنا لليلة القدر، ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة المباركة ندعو إن شاء الله لنا ولجميع المسلمين أن يعتقنا وإياهم من النيران، وأن يغفرنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، وأن يجعل الصيام بركة على بلدنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخنا راني نشوف طواب زادوا اليوم. انا نشوف الطواب راهم زادوا يعني زدتوا في لان اهل القران زارونا اليوم. زارونا اهل القران اليوم، ونسال الله عز وجل ان يشفعهم فينا يوم القيامه ان شاء الله. امين. نسال الله عز وجل ان يجعل هذه المأدبه صدقه على اصحابها. السلام عليكم. كما راكم تشوفوا هنا رانا في المسجد العتيق اللي تولى بيت شيخ بالعيساوي. هنا راهم يوجدوا في الفطور للناس كل يوم اللي بدا رمضان، هما كي يوجدوا قبل المغرب. كلمة صغيرة. كلمة صغيرة. الشي راكم ديروا فيه والخير راكم ديروا فيها. الخير هذا ونطلعوا لنا واحد ونفطروا في الناس ونخدموا لنا في سبيل الله. وراح نتقبل إن شاء الله والحمد لله. يعطيك الصحة أخويا. كما راكم تشوفوا
السلام عليكم. واش راكم؟ بس الحمد لله ما كاش ما خير منها، ما كاش ما خير منها. هاكم صايمين وكل صايمين؟ الله يبارك. قداش في الجامعة عندك؟ ما كاينش حق في الجامعة. السلام عليكم. كلمة صغيرة نهار اليوم نصفية تاع رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. نحمد الله على هذا الصيام، نحمد الله على هذه النعمة تاع المطر وهذا الرزق. تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم، بارك الله فيكم. يعطيك الصحة. شكرا جزيلا. كما راكم تشوفوا هذا وين جاهم صندوق تاع الدقلة، الله يبارك. السلام عليكم، راني مع الشاب. واسمك وليدي؟ وفي الدين. وفي الدين، وفي الدين. واش راك؟ بخير. خير لاباس الحمد لله. تعطينا كلمة على شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، تقبل الله صيامكم. شهر رمضان الفضيل الذي فيه شهر الذي أنزل فيه القرآن. صحة رمضانكم، صحة فطوركم. يعطيك الصحة. الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سمع الله لمن حمده.
ولكن لا يعلمون أئذا له الذين آمنوا
Yeah.
الصابر على ما
خير الصلاه.